السلام عليكم أيها الأحبة جميعاً ورحمة الله وبركاته. أهنئكم بالميلاد السعيد، ميلاد أمير المؤمنين عليه السلام. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك أحاول أن أقارب بعض عناوين. العنوان الأول: القيمة الكبرى للاحتفالات المركزية. العنوان الثاني: الثقل الكبير لهذه المنطقة شترة وما يجاورها. العنوان الثالث: كيف تسرق أجيالنا. العنوان الرابع: لكي نحتفل بذكرى أمير المؤمنين. العنوان الخامس: خطاب المناسبات الدينية. قد يتسع الوقت وقد لا يتسع لهذه العناوين، ربما أمر بها مرورا عابرا وسريعا مركزا على العنوان الثالث: كيف تسرق أجيالنا. هذا العنوان الذي سأعطيه شيء من الوقت. إذن أمامي مجموعة عناوين أحاول أن ألامسها بشكل سريع جدا. العنوان الأول: القيمة الكبرى للاحتفالات المركزية. أنا أدعو دائما إلى وجود احتفالات مركزية، وحينما ندعو إلى احتفالات مركزية ليس على حساب احتفالات المراكز والمآتم، ولذلك إحنا ندعو إلى أن تكون الاحتفالات المركزية في غير ليلة المناسبة، لأن في ليلة المناسبة يراد لكل المآتم أن تشارك. فإذن الحاجة ضرورية إلى احتفالات مركزية. ما هي أهداف الاحتفالات المركزية؟ ماذا تحقق الأهداف الاحتفالات المركزية من أهداف؟ هناك مجموعة أهداف مهمة تحققها الاحتفالات المركزية، أذكر منها ثلاثة أهداف أساسية. الهدف الأول من أهداف الاحتفالات المركزية أنها تنشط القدرات والكفاءات العلمية والثقافية. من يكون احتفال مركزي نبحث من خلال هذا الاحتفال المركزي عن كفاءات، وكم في ساحتنا من كفاءات علمية وثقافية وفكرية غائبة. ساحتنا مليئة، قرانا مدننا مليئة بطاقات علمية وثقافية وفكرية وروحية. من خلال هذه الاحتفالات تبرز هذه الكفاءات، خاصة من يكون احتفال مركزي دائما نبحث عن كفاءات متقدمة أدبية شعرية ثقافية خطابية. فمن خلال الاحتفالات المركزية تبرز كفاءاتنا العلمية والثقافية، هذا أولا. ثانيا، من خلال الاحتفالات المركزية نرتقي بمستوى هذه الاحتفالات، نرتقي بمستوى هذه الاحتفالات. الهدف الثالث من أهداف الاحتفالات المركزية توحيد الجهود وتركيز الوحدة والتلاحم. من يشارك في هذه الاحتفالات شخصيات
كفاءات قدرات من كل المناطق من كل القرى، هنا تتلاحم القوى وتتلاحم القدرات. أهداف كثيرة لست الآن بصدد ذكرها. الهدف العنوان الثاني أنا أثمن طبعا دور هذه المنطقة، شترة تشكل ثقل كبير في وطننا بلا إشكال، أن هذه المنطقة هذه الجزيرة وما يحيطها من قرى تمثل ثقل كبير في وطننا، ثقل ثقافي، ثقل علمائي، ثقل فكري، ثقل أدبي. واضح بلد لتاريخ العريق جدا ويحمل كفاءات كبيرة جدا، هذه المنطقة بلا إشكال لها ثقل تاريخي متميز ولها ثقل ديني متميز ولها ثقل علمي وثقافي متميز ولها ثقل اجتماعي كبير متميز ولها ثقل سياسي. فشترة وما يجاورها غنية بقدراتها العلمائية وغنية بقدراتها الأكاديمية وغنية بقدراتها الثقافية والأدبية والاجتماعية، وهي غنية بكل خبراتها المتنوعة واستعداداتها الكبيرة. ومتى تلاحمت وتوحدت هذه القدرات وهذه الكفاءات كان لها فعلها الكبير جدا. ربما تتعدد الرؤى والقناعات لا مشكلة في ذلك، بس تبقى الأهداف الأكبر هي أهداف واحدة. قد تختلف رؤانا قناعاتنا السياسية الاجتماعية الثقافية، هذه حالة طبيعية، ما يفرض أن كل القدرات كل العقول لازم تتفق على شيء، لكن مساحة القواسم المشتركة أكبر بكثير من الرؤى والاختلافات. فمتى تلاحمت وتوحدت هذه القدرات والاستعدادات كان لها فعلها الكبير جدا. وحتى لو تعددت الرؤى والقناعات فهناك المشتركات الأكبر. فكونوا أيها الأحبة بمستوى هذا الثقل، ثقل هذه الجزيرة الكبير، ثقل هذه المنطقة بقراها، فكونوا بمستوى هذا الثقل، نشطوا اللقاءات والتواصلات، نشطوا خطاب الوحدة والتقارب، نشطوا الرفض لكل أشكال الخلاف والتشتت، نشطوا النقد الهادف البناء، نشطوا دور العلماء والخطباء ودور الكفاءات العلمية والأدبية والثقافية. وحذاري حذاري من تعطيل القدرات والطاقات. إحنا اليوم في شكاوى كثيرة أن مجموعة من الفعاليات الدينية تتعطل، مراكز تعليم، جمعيات ثقافية دينية، في كثير من فعالياتنا الدينية تتعطل، لا لأننا لا نملك كفاءات، لا لأننا لا نملك قدرات، لكن الكثير يبخل بقدراته وطاقاته، الكثير يملك طاقات وقدرات لكنه يبخل بقدراته وكفاءاته. مراكز تعليم تشكو من مشاركة الكفاءات والقدرات. وأنا دائما أقول البخل بالقدرات أخطر من البخل بالمال. إذا إحنا نقرأ في القرآن الكريم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم،
فبشرهم بعذاب أليم. هذا لأنه اكتنز قطعة من ذهب أو قطعة من فضة. القرآن يقول فبشره بعذاب أليم. فكيف بمن يكتنز فكرا؟ وكيف بمن يكتنز قدرات؟ وكيف بمن يكتنز إمكانات علمية؟ أنت تملك إمكانات علمية أعطيها للناس، لا يجوز لك إطلاقا أن تبخل بهذه الكفاءات. هذه الكفاءات مو ملكك، هذه ملك الساحة، ملك الناس. أنت عالم، أنت خطيب، أنت مثقف، أنت أديب، أنت اجتماعي، أنت أكاديمي، أنت أستاذ، تملك طاقات. الساحة بحاجة لهذه الطاقات، الساحة بحاجة لها الإمكانات، الساحة بحاجة إلى هذه القدرات. أعطها للناس، ابذل طاقاتك، ابذل قدراتك، وإلا ستحاسب. يعني ما في قرية، ما في مدينة إلا وهي غنية بالقدرات والطاقات، لكن الكثير يظن بطاقاته، يبخل بطاقاته على فعاليات الساحة. انت طاقات علمية ابذلها، طاقات ثقافية ابذلها، طاقات أدبية ابذلها. صحيح يمكن تشارك في احتفالات، تشارك في مناسبات، المشاركة لها قيمتها. في احتفال أشارك بشعر، بأدب، بفكر، بثقافة، بس المشاركة في الفعاليات الدينية أهم وأهم وأهم. اعطي من قدراتك لأجيالك، للناس، اعطي من طاقاتك، اعطي من قدراتك. هذه مسؤولية أمام الله. الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي في آخر الزمان إخوة لي، يأتي في آخر الزمان، ما مضمون الحديث وليس نص الحديث، إخوة لي قالوا يا رسول الله أولست خاتم الأنبياء؟ سيأتي بعدك أنبياء؟ قال لا. هم من الأنبياء؟ قال لا. قال كيف صاروا إخوتك يا رسول الله؟ ألسنا إخوتك؟ قال لا، أنتم أصحابي، إخوتي يأتون في آخر الزمان. كل واحد منكم يستطيع أن يكون من إخوة رسول الله، إخوتي يأتون في آخر الزمان. كيف صاروا إخوتك يا رسول الله؟ قال يأتون في زمان قد انحرف الناس فيه عن الدين. وأي زمان أكثر انحرافا من هذا الزمان؟ وأي عصر أكثر انحرافا من هذا العصر؟ يأتون في زمان قد انحرف الناس فيه عن الدين، فيقبضون على دينهم رغم التحديات، رغم الإشكالات، رغم المضايقات، يتمسكون بالدين. شباب، شباب مفتوح على الدنيا، يحمل كل الغرائز ويحمل كل الشهوات، وأمام وسائل الفسق والفجور منتشرة تحاصر أبناءنا وتحاصر شبابنا. وسائل الفسق وسائل الفجور في كل موقع، في داخل البيت، في الشارع، في المدرسة، في الجامعة، أينما يتجه الشاب يجد فسق وفجور، ومع ذلك يتمسك بدينه ويتمسك بقيمه ويتمسك بمبادئه. أي قيمة لهذا الشاب؟ أي قيمة عظيمة لهذا الشاب الذي يتمسك بقيمه ودينه في عصر ازدحمت فيه أفكار الفسق والفجور والانحراف والإلحاد كما سنتحدث بعد قليل.
إذن هنا القيمة العظيمة لهذا التمسك، أو هذه الفتاة المؤمنة الملتزمة بحجابها، بسترها، بعفتها، بدينها، بمثلها، في وسط تزدحم فيه مظاهر الفسق ومظاهر التحلل ومظاهر التبرج. هذه المرأة في الجامعة وفي أي موقع هي متمسكة بقيمها، بدينها، بإسلامها، تتحدى الفسق وتتحدى الفجور وتتحدى الانحراف وتتمسك. أي قيمة لهذه الفتاة، أي موقع لهذه الفتاة العظيمة في عصر الفسق والانحراف هي متمسكة. هذا الشاب في عصر الفسق والفجور هو متمسك. إذن يأتون في زمان قد انحرف الناس فيه عن الدين فيقبضون على دينهم، فقط يقبضون على دينهم، لا، في صفة ثانية، فيقبضون على دينهم ويجاهدون من أجل شريعتي. هنا الموقع الكبير، انت قد تتمسك بدينك، بقيمك، بإسلامك، بدينك، بمثلك، لكن لا تقول كلمة، كلمة تدفع الناس إلى الدين، تدفع الناس إلى القيم، تدفع الناس إلى المثل. هنا يأتي دور القدرات، هنا يأتي دور المسؤوليات. أنت قدرات علمية نشطها في سبيل الإسلام، في سبيل الدين، في سبيل القيم، في سبيل الحفاظ على هذه الأجيال، وسأتناول هذا بشكل أكثر تفصيل. إذن يأتون في زمان قد انحرف الناس فيه عن الدين فيقبضون على دينهم ويجاهدون من أجل شريعتي، أولئك إخوتي فمن أدركهم فليبلغهم سلامي. رسول الله يبلغ سلام لكل من توافر على هذين الشرطين، يتمسك بدينه ويوظف طاقاته وقدراته في خدمة الدين. أنت أيها المعلم، أنت أيها المثقف، أنت أيها الذي تملك الكفاءات، أنت متمسك بدينك، بس وظف قدراتك، وظف كفاءاتك في خدمة الإسلام. إذن نحن على مشرفة هذا العنوان، كيف تسرق أجيالنا؟ أجيال الأمة اليوم مسروقة، في سرقة أموال، في سرقة ثروات، وفي سرقة أجيال. أجيالنا مسروقة، ولا أقول أن كل أجيالنا سقطت، بس مساحة كبيرة من أجيالنا مسروقة، مساحة كبيرة من شبابنا مسروق، مساحة كبيرة من بناتنا مسروقة، مساحة كبيرة من أبنائنا وقدراتنا وكفاءاتنا مسروقة. كيف تسرق أجيالنا؟ أولا تسرق عقائديا. اليوم تنشر أفكار التضليل والإلحاد والارتداد عن الدين. قد واحد يستغرب يقول هذا البلد الذي له تاريخ الإيماني والعقائدي، بحرين، تاريخ إيمان، مناطقنا، قراننا، تاريخ إيمان، تاريخ عقيدة، تاريخ مبدأ، في هذا البلد، في هذه القرى، في هذه المدن يطلع ناس ينكرون الله، ملحدين، صار ملحد. وهل في الله شك فاطر السماوات والأرض؟ الله الخالق المبدع، كل ذرة في الكون تقول هنا الله،
يجي لك واحد يقول أنا ما أؤمن بالله. عجيب. الحاد يزحف. أنا لا أقول أنها ظاهرة، لكن هناك بدايات، وهذا لأسباب طبعا سنتناولها العلماء، وأسباب الارتداد وأسباب الإلحاد وأسباب الابتعاد عن الدين. فإذا قد تسرق أجيالنا عقائديا، سواء عقائد الإيمان بالله أو عقيدة الإيمان بالنبوة أو عقيدة الإيمان بالإمامة وبأهل البيت، هذه عقائد قد تسرق من أبنائنا وقد تسرق من شبابنا. هذه سرقة عقائد. قد تسرق أجيالنا ثقافيا، مفاهيم فكرية ثقافية منحرفة. واليوم منتشرة المفاهيم الثقافية المنحرفة، إذا تغزو عقول. هذه المفاهيم الثقافية المنحرفة تغزو عقول شبابنا وتغزو عقول شاباتنا وأبنائنا وبناتنا. تسرق أجيالنا أخلاقيا، تسرق عقائديا، تسرق ثقافيا، تسرق أخلاقيا. يمكن الشاب ما يسقط عقائديا وما يسقط ثقافيا، بس يسقط أخلاقيا، يسقط في مستنقعات الرذيلة والفسق والفجور. إذن هنا سرقة أخلاق، كما يسرق الدين، كما تسرق العقائد، وكما تسرق المفاهيم، تسرق الأخلاق. فشباب مسروق الأخلاق، بلا أخلاق الدين. ويمكن يصلي، يمكن يصوم، لكن ما يحمل أخلاق الدين. هاي سرقت أخلاق الدين من عنده. وقد يسرق سلوكيا، يسقط في ممارسات فاسدة وفاجرة إلى آخر أشكال السرقة. ما هي وسائل السرقة؟ كيف تسرق أجيالنا؟ الوسائل اليوم كثيرة لسرقة هذه الأجيال، سرقة أبنائنا وبناتنا. الوسائل كثيرة وكثيرة وكثيرة وممنهجة ومدروسة، مو وسائل عشوائية، لا، وسائل نظمت إلها مؤسسات كبرى في العالم تهندس لوسائل سرقة أجيال المسلمين وأبناء المسلمين. أمريكا تخطط، وروسيا تخطط، وفرنسا تخطط، وألمانيا تخطط، وقوى فاسقة فاجرة ومؤسسات في مجتمعات المسلمين تخطط، والصهاينة يخططون، والقوى الضالة تخطط من أجل أن تسرق الأجيال، من أجل أن تسرق هذه الأجيال. الوسائل كثيرة وكثيرة. الوسيلة الأولى وسائل إعلامية. وسائل الإعلام اليوم أخطر الوسائل لسرقة الأجيال. إعلام يسرق أجيالنا، إعلام فاسد يسرق الأجيال. هذا وسيلة، واليوم الإعلام هو المهيمن على عقل أجيالنا. عقول أجيالنا، عقول أبنائنا يهيمن عليها إعلام. هذا الإعلام إذا كان فاسد، فاسق، فاجر، يصنع أجيالا فاسقة فاجرة. إعلام، وإعلام مؤسسات أوطاننا وبلداننا، كل مناطقنا ومواقعنا، إعلام فاسق، إعلام فاجر.
إذن الإعلام وسيلة من وسائل سرقة الأجيال، أدوات التواصل الاجتماعي اليوم أخطر وسيلة لسرقة الأجيال. يمكن تذكرون الكبار، يذكرون الكبار من أهلنا وإخوتنا يذكرون في الخمسينات في الستينات، إذا واحد يريد يفسق أو إذا يريد واحد شوي ينحرف يروح إلى مكان يسمونه السينما، هناك يتعلم الفسق. اليوم يحتاج يروح للسينما؟ لو في كل غرفة ملهى وسينما ومركز فسق ومركز فجور في كل غرفة، شبابنا أبنائنا شو المشكلة يا أخوان؟ الأب يقول أنا ما عندي قدرة، ما عندي قدرة أراقب ابني، هذا حامل جهاز التواصل ويستخدم، أنا ما أدري بيه في ليل في نهار. إذا امتدت وسائل الفسق ووسائل الفجور امتدت لكل مواقعنا ولكل مناطقنا، فعندنا وسائل إعلامية تسرق الأجيال، عندنا أدوات تواصل اجتماعي خطيرة 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 جدا تسرق الأجيال، في مؤسسات في نوادي تسرق الأجيال، في ترويج للذعارة، في ترويج للشذوذ، في ترويج للمثلية، في ترويج للمخدرات، كلها وسائل تسرق هذا الجيل. قوة ومؤسسة تنشط هالوسائل حتى تسرق أجيال الأمة وتسرق شباب وشابات الأمة. المخدرات وسيلة من أخطر وسائل سرقة الأجيال، اليوم وسيلة فتاكة، وسيلة مرعبة. وأنا أبارك لكم تبني مكافحة المخدرات من خلال هذا الملتقى أو من خلال ملتقيات، أبارك لهذه الخطوة الكبيرة الكبيرة جدا وأثمن هذه الخطوة وأشد على يد القائمين عليها، خطوة كبيرة جريئة ومهمة في التصدي لأخطر وسائل الفتك بأجيالنا، أخطر وسائل الفتك بأجيالنا المخدرات، تفتك بأجيالنا بشبابنا. فالتصدي لهذه الظاهرة المدمرة يحتاج أولا وعي بخطورة هذه الظاهرة، نحتاج أن نملك وعي بخطورة وكارثية هذه الظاهرة، وإلا ما بنتحرك بحجم هذه الظاهرة إذا لم نملك وعي بخطورتها. بقدر ما نملك هذا الوعي بخطورة هذه الظاهرة يكون التحرك، تكون الوسائل، تكون الأساليب. فالتصدي لهذه الظاهرة المدمرة الخطيرة يحتاج إلى وعي بخطورة هذه الظاهرة، وثانيا وعي بوسائل الترويج لها. اليوم وسائل متعددة متنوعة متطورة في الترويج لهذه الظاهرة، وثالثا وعي بوسائل التصدي لهذه الظاهرة، ما هي الوسائل، ما هي الإمكانات، ونحتاج إلى أن نوحد جهودنا وطاقاتنا. وما تعالج طبعا من خلال ملتقى أو من خلال محاضرة أو من خلال احتفال،
هذه تحتاج إلى تشكيل لجان متخصصة لمواجهة هذه الظاهرة. هنا مسؤولية علماء دين ومسؤولية خطباء منبر ومسؤولية جمعيات دينية ومؤسسات ثقافية واجتماعية ومسؤولية كل الكفاءات والقدرات المؤهلة ومسؤولية أولياء الأمور الآباء والأمهات، رقابة الأولاد، توجيه وتربية، تعاون مع المواقع الأخرى، وتبقى المؤسسات الرسمية أيضا مسؤولة، الدولة مسؤولة أيضا. فإذا من أجل أن نتصدى لظاهرة خطيرة، هذه الظاهرة أو غيرها من الظواهر الفتاكة، ظاهرة المثلية والشذوذ والظواهر الأخرى، خاصة أن هذا الوطن بدأ ينفتح على كل الأطياف وكل الأشكال، واليوم الصهاينة حطوا أقدامهم في بلدنا وجي بعد صهاينة يحملون لها البلد الكثير من الويلات. صهاينة يهندسون لشرقة أجيال المسلمين، فالحذر الحذر. فإذا بحاجة إلى أن نتصدى لهذه المسارات المدمرة، ونحتاج إلى استعدادات كيف نواجه هذه الظواهر الفاسقة الفاجرة المنحرفة. نحتاج إلى استعداد علمي وثقافي، ونحتاج إلى استعداد روحي وأخلاقي وسلوكي، ونحتاج إلى استعداد تخصصي، وإلى برامج، محاضرات، ندوات، ورش عمل، كتابات، منشورات، لقاءات. وهذه المناسبات فرص. صحيح إن اليوم نحتفل بذكرى ميلاد أمير المؤمنين. أمير المؤمنين هو القوة، هو الطاقة التي تحارب كل الفساد في الأرض. رسول الله حارب هذا الفساد، الأنبياء حاربوا الفساد، الأئمة حاربوا الفساد. بحجم ما نحضر عليا الذي حارب كل الواقع الفاسد، نكون قد احتفلنا بذكرى ميلاد علي. وصحيح مطلوب أن نملأ مشاعرنا بالعشق لأمير المؤمنين، مطلوب أن نملأ أرواحنا بالذوبان والانصهار في أمير المؤمنين، مطلوب أن نملأ عقولنا بالمفاهيم والفكر والثقافة التي أسس لها أمير المؤمنين، مطلوب أن نملأ سلوكنا بتقوى أمير المؤمنين، مطلوب أن نملأ حراكنا برسالية أمير المؤمنين. هذا كله مطلوب إذا كان فعلا احتفالنا حقيقي بحضور علي بن أبي طالب. لذلك احنا من نحتفل بهذه المناسبات الدينية الكبيرة الكبيرة جدا، مطلوب أن نملك وعي هذه الاحتفالات. احتفالات لها وعيها الكبير، بقدر ما يرتقي الوعي بهذه الاحتفالات بأهدافها برساليتها بقيمها، تكون الاحتفالات لها قيمتها. بقدر ما نملك الوعي بالكلمة، بالقصيدة، بالأنشودة، بالتواشيح، يكون الاحتفال بهذه المناسبة. فإذا بحاجة ونحن نحتفل بذكرى ميلاد أمير المؤمنين أن نملك وعي هذا الاحتفال. ثانيا أن نعيش الانصهار والذوبان في أهداف هذه الاحتفالات. سيمكن يحضر هذه الاحتفالات مثقفون يملكون عقل وثقافة
ويمتلئون بالثقافة من خلال هذه المناسبات. امتلئ عقولهم بالثقافة، بالفكر، بالمفاهيم، بس أرواحهم ما تمتلئ. حضار الاحتفالات، حضار المآتم، حضار المساجد، حضار المحاضرات قد يمتلئون ثقافيا وفكريا، بس ما يمتلئون روحيا. انت بقدر ما تمتلئ ثقافيا وفكريا امتلئ روحيا. الامتلاء الثقافي مهم، الامتلاء الفكري مهم، بس اذا ما كان ويا امتلاء روحي يصبح مفاهيم مخزونة في العقل، ولا قيمة لمفاهيم يختزنها العقل إذا لم تتحول إلى الروح، إذا لم تتحول إلى الوجدان. امتلئ ثقافيا من خلال هذه الاحتفالات، امتلئ ثقافيا من خلال المنبر والمأتم، امتلئ ثقافيا من خلال المحاضرات، ولكن امتلئ روحيا. إلى جانب الثقافة املأ روحك، وجدانك، وملء الوجدان ربما أصعب من ملء العقل. ملء العقل مو صعب، أي عقل منفتح يستطيع أن يمتلئ بالمفاهيم ويمتلئ بالأفكار، لكن ملء الوجدان بالقيم والمثل هذا هو الأصعب. فسائل نفسك وأنت تحضر حفلا في ميلاد أمير المؤمنين، هل امتلأت ثقافيا؟ حصلت فكرة جديدة؟ قدم إليك الحفل مفهوم جديد؟ ذهنك اختزن مفاهيم من خلال هذا الاحتفال؟ هذا سؤال كل واحد يحضر هذه المناسبات لازم يسأل نفسه، هل ارتقى ثقافيا؟ هل ارتقى فكريا؟ واسأل نفسك ثانيا، هل امتلأت وجدانيا؟ وجدانك، ضميرك تغير من خلال حضور هذه المناسبات؟ خلق عندك عشق حقيقي لله، عشق حقيقي لنبي الله صلى الله عليه وآله، عشق حقيقي لأمير المؤمنين، للزهراء، للحسن، للحسين، للأئمة، صار عندك عشق أكبر؟ حضرت بمنسوب من العشق، خرجت بمنسوب أكبر. حضرت وأنا أملك 50% من عشقي لعلي بن أبي طالب، طلعت وأنا أملك 90% من العشق. إذن الاحتفال صنع عندي عشق لأمير المؤمنين، إذن هذه المناسبة صنعت عندي وجدان، وجدان مرتبط بأمير المؤمنين. وعيك خلي يرتبط بأمير المؤمنين، وجدانك خلي يرتبط بأمير المؤمنين. هل يكفي هذا؟ واحد جاء وامتلأ بالمفاهيم وبالفكر وبالثقافة وامتلأ بالوجدان والعشق والهيام والعواطف وطلع، حقق الهدف من حضوره في هذه المناسبات؟ لا، بي 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 شيء ثالث ربما أهم. هل تمثلت عمليا علي بن أبي طالب؟ أنت أخذت فكرة علي، أخذت وجدان وضمير علي، أخذت سلوك علي. أنا ما أقول لك تكون عليا، علي لا يرقى إليه أحد، هو بعد رسول الله، لكن أحضرت عليا في سلوكك، أحضرت عليا في علاقاتك مع الناس. أم أنا أعشق عليا لكنني أمزق كل علاقة مع أحبتي وإخواني المؤمنين، أحمل في قلبي وفي سلوكي كل العداء للناس، للصالحين، للأخيار، للأبرار؟ فتقوى علي،
هل أحضرنا تقوى علي ونحن نحتفل بذكرى ميلاد علي؟ شيء من تقوى علي، علي التقوى، علي هي القمة، بس هل احنا نتحرك في اتجاه القمة؟ نخطو خطوة 10 20 50 100 خطوة في اتجاه القمة. احنا ما بنصل للقمة ولا بنقترب من القمة، لكن احنا في طريق الصعود الى القمة. علي قمتنا، احنا ننطلق في طريق الصعود الى علي بن ابي طالب. انت شوف نفسك الان تتحرك في اتجاه قمة علي بن ابي طالب. انت ايها العالم، انت ايها الخطيب، انت ايها المثقف، انت ايها الفلاح، انت ايها الكناز، انت ايتها المرأة، انت ايها الشاب، هل تتحركون في اتجاه قمة علي بن ابي طالب؟ هذا سؤال، ان استطعنا ان نجيب عليه بصراحة. يمكن أغالط نفسي وأقول نعم أنا الآن أعشق عليا وأتحرك في خط علي، هل أنا صادق؟ هل أنا صادق الآن أتحرك في خط علي بن أبي طالب؟ هل أملك شيء من أمانة علي بن أبي طالب؟ هل أملك شيئا من صدق علي بن أبي طالب؟ هل أملك شيئا من تواضع علي بن أبي طالب؟ هل أملك شيئا من تقوى علي بن أبي طالب؟ شيء، شيء فقط. ولا أقول لا يوجد، يوجد عندنا الحمد لله ناس يجسدون هذا الانتماء لعلي، وربما ليسوا علماء وليسوا خطباء وليسوا مثقفين، يمكن شاب من شبابنا هو قمة في التمثل لعلي بن أبي طالب، ويمكن أنا المعمم لابس العمة ولا أمثل ولا أضع نفسي أمثل عليا، يمكن أنا أبعد الناس عن خط علي بن أبي طالب. وهذا الشاب المزحوم بكل وسائل الفساد والفجور والفسق هو في خط علي بن أبي طالب. إذن نحن مسؤولين أن نسأل أنفسنا كم وعينا عليا، وكم عشقنا عليا، وكم تمثلنا عليا. 4، كم مارسنا دور عليا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة الفساد ومحاربة الفسق ومحاربة الفجور. علي تصدى لكل ظواهر الفسق والفجور والانحراف، كان الطاقة التي تواجه الفسق والفجور والانحراف. كما أخذتم هل أخذت شيئا من رسالية علي؟ الرسالية توظيف طاقات، أنت تملك طاقات وظفها في خدمة إسلامك، في خدمة دينك، في خدمة مذهبك. وظف ما تملك من طاقات لتكون قد أخذت شيئا من رسالية علي بن أبي طالب. أنا وقتي 45 دقيقة وظاهرا انتهت، وأعتذر إذا طولت يعني. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.